خلق الله تعالى الإنسان وجعل له عقلا يميز به بين الحسن والقبيح، وأرسل أنبياءه ليرشدوهم إلى طريق النجاة، ولكن كثيرا من الناس يعاندون عن قبول الحق فلا يستعملون عقولهم لما خلقت لهم. وقد أيد الله تبارك وتعالى رسله الكرام بالمعجزات، والمعجزة هي أمر خارق للعادة، أي على خلاف الأشياء التي يعتادها الناس، وهي تحصل على يد الأنبياء وتوافق دعواهم، ولا يستطيع أحد من الناس أن يعارضها بالمثل، كخروج الماء من بين أصابع رسول الله، وانقلاب العصا ثعبانا لسيدنا موسى. والمعجزة ليست سحرا، لأن السحر يتوصل إليه بالتعلم والممارسة، ويعارض بسحر مثله، أي قد يأتي ساحر بسحر أقوى. فلذلك آمن سحرة فرعون بموسى رسولا من عند الله لما انقلبت عصاه ثعبانا حقيقيا، وابتلعت حبالهم وعصيهم التي خيل للناس أنها حيات، لأنهم علموا أن ذلك ليس سحرا، والسحر فعله من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى.